التجمع والعزيمة. ليه حكاية فرق سيد بحليم؟ 23 سنة شنين شوفنا منها. بالنسبة لعودة التجمع مشيت حل التجمع وكاوة. أول الأحزاب الكبار اللي عنا في تونس ما همش قاعدين معناها تنجم تقول قائمين بالواجب كما يلزم. علاش ما جددوش حاجة جديدة وبليس عنا كفاءات احنا. قضية حاسمة في البلاد وقضية أنتي وطنية. لا رجوع للتجمع ولا رجوع لأصحاب اللي كانوا عاملين نفوذ في البلاد ومسيطرين على البلاد بسيطرة كاملة بعصام الحديد في جميع القطاعات. في البلاد هذه محمية بسم الله اللطيف، وكل ما يجيها جيه بلد، وكل من يخدعها ما يخدع كان في روح. مصورش واحد بعقله حط في مخه اللي فما عباد نهبت وسرقت وقتلت عباد وافتهدت عباد مش نرضاهم توا يعودوا يرجعوا يحكمونا هما. كيلو طماطم على ب15 كيلو فلفل ب3000 في عهد التجمع ما كليناش بالسهم هذا. في عهد التجمع ناكلوا ونصرفوا ونفضلوا. تو ما عدناش مفضلين حتى مليون ما تفضل شيء. ونحن نلوج شكون يخدم لنا في البلاد؟ شكون يخدم لنا البلاد على قاعده؟ ما حاشناش سيكو تجمع يكون ناظم ما يهمناش، المهم نحن نعيشوا مرتاحين. ولذا هما مخسيين بطبيعتهم، ليش؟ مخسيين من الله ومخسيين من اعمالهم والباقي كله كلام فارغ. ونبى التونسة اللي راهو رجوعهم وخاصة وخاصة من أبواب أخرى باش يكون مظلمة للتونسة الكل. علاش الحكاية مشيت ماذا قبل مشيت على روحها علاش ما يرجعوش تو؟ قلقني شي واحد من الناس ما زرني حتى شيء تجمع ولا غيره ولهذا ما مراش مانع. جملة مفيدة ولا إيه؟ الاستبداد وقت اللي صار توا قبل باش نسووا احنا شنو اللي صار؟ الاستبداء والظلم والقمع. رجوع التجمع للبلاد مرة أخرى لا معنى للثورة، لا معنى للشهداء، لا معنى للتضحية. رجوع فلو 23 سنة، رجوع بين علي، رجوع الظلم والاستبداء. صحيح التجمع عملوا قبل وذر ودار ومعناه عملوا بل ما أخويا نحن كعباد كنا شيخين أخويا عايشين ناكلوا كما ب10000 تمشي تقضي قفة وتروح. ليلة سما بعنا ما بينا بعنا قيمتنا بعنا تونس ليه هما دونك التجمع اخر حاجه تصورها باش ترجع هاد المونتاليتي مازال احنا في زده شويه في تونس كي صلحوا مخاخهم لعبيه تصلح البلاد الكل.